بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا أرنا طريق الهدى وارزقنا الهدى والتقى مؤيدة بالتقى أمين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. نأخذ الآية التي تليها. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهذه فرصة أعطاها رب. شوف دائما رب يفتح البيبان ولكن يصدوها بجهل وتمترسهم على الباطل وقالوا قالوا سمعنا وعصينا وانت ماشي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، شوف الطريقة السيكولوجية اللي متبعة هنا في القرآن. ربي ما سلكش الباب، كنت نصراني يهودي مورط ولا حاجة. يا ولدي اش قالك ربي؟ فإن آمنوا، الخيار دائما الباب مفتوح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي في الإسلام الحقيقي، مش الإسلام المدعى ولا إسلام في داخلهم في صناديقهم النتنة، فقد اهتدوا. هذا منا شهادة ربي والنبي عليه الصلاة والسلام، مش يقبل منهم ذلك الإيمان، وكل حد يرجع لحقيقته. أنا خاطر النبي عليه الصلاة والسلام جاء مبلغ، ما جاش بالشق على صدورهم، فقد اهتدوا. وانت والهوى اعطاك الحالة الثانية، وان تولوا فانما هم في شقاق. قالك راهي طبيعتهم في شقاق، ما يتبعوكش. علاش؟ هما صموا سمعنا وعصينا. اذا كان مش تبعوك ما عادش تمشي ليه. شعارهم باطل، شعارهم حرب مع الله، ضد الحق، ضد رسول الله الكرام عليهم السلام، وضد من اتبعوا هذه الرسول، هؤلاء الرسل عليهم السلام بحق الى يوم الدين. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هنا وعد ربي ان يكون ربي مش يكفي نبينا عليه الصلاه والسلام شر، حاولوا قتل بصخر وامرته موصلتش النهايه، وهذا كلما اوقدوا نار الحرب اطفأ الله، وحاولوا يقتلوه بتسمم شات. وهي الدعاء اليهودية، الدعاء يجب يكون باطل ويجب يكون صحيح. قالت أنا حبيت استدعاك ونوكلك من شات مسمومة، ما كان نجيت، فأنت صادق أتبعك، وإن مت هذا ما أردت. هذا ربما يبقى حبيت تتملص من المسؤولية ربما، لكن على كل حال ربي سبحانه وتعالى ما جعلش الشتى ذيك يأكل منها كما يشتهي، وأخبرته أنها مسمومة فانسحب عشان يتناول الطعام، وخلاها ربي أيام، ممكن صار في السم أو جاته الأوامر اللي هي باش يلتحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. المفيد النبي عليه الصلاة والسلام كما قالوا رب والله يعصمك من الناس، قالوا هنا بالسهم مش بسوف، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ونعود إن شاء الله تعالى إلى نفس الآية أو التي تليها.